ثم في الساعة الثامنة ستكون هناك ندوة عنوانها أرجو أن تصغوا إليه، الدين والفن. هذا العنوان سبب اختياره أن نوعا من التدابر والقطيعة حصلت بين الدين والفن في أذهان كثير من المسلمين، ليس في الحقيقة. فغدا الدين عند البعض وكأنه مجرد عن الذوق والإحساس والجمال والإبداع، وكأنه مجرد صور آلية تؤدي فروضا لا ينبغي التساهل في أدائها، هي أساس في المعاملة مع الله، لكن جردت عن الروح الذي ينبغي أن يبث فيها، وهو الحضور مع الله عز وجل، وهو شهود معنى الجمال الرباني في هذا الوجود. وأيضا ظهر فينا نوع سمي فنا، كما سمي الأول دينا وهو قد جرد من روحه، جاء شيء أو ظهر بيننا وتفشى شيء سمي فنا، قام على العري وعرض الجسد وإثارة الشهوات. وأنا أقول لإخواني الفنانين الذين أحبهم حبا جما الحاضرين في هذا المكان، أنتم محبو الحبيب، ولم يعد عندي شك في أنكم تحبون رسول الله، رسول الله، ولولا الحب ما جئتم. لا أشك في حب من جاءوا، أرجو أن ينصرفوا بعد ذلك من هذا المهرجان وهم رسل إلى مجتمع الفن، يحملون معنى ذوق حقيقة محبة رسول الله في قالب العمل. فإذا رأوا من يتاجر في فنه بعرض الأجساد في المشاهد المصورة في الغناء أو في الأفلام، يقولون له أنت محب رسول الله لا يليق بك هذا، أنت محب رسول الله لا يليق بك هذا، تعالوا بنا نسمو بالفن. أيضا نقول لإخواننا الذين يتخاطبون مع العالم باسم الدين بجفاء أو بشدة أو بتقنيط للناس من رحمة الله أو بتشديد على الناس في غير موضع، وقد قال رسول الله يسروا ولا تعسروا، تعالوا بنا ننطلق بعد هذا المهرجان لنجعل دعوتنا في ديننا فنا، ونجعل فننا دينا. أعيد، دعونا نخرج من هذا المهرجان ونحن نجعل إبلاغنا للدين فنا، ونجعل فننا أريد أسمع الفنانين، ونجعل فننا دينا ندين الله تعالى به. إلا رسول الله، إلا حبيب الله، إلا النبي محمد. إلا رسول الله، إلا حبيب الله، إلا النبي محمد. هو اللي علمنا الكلام، هو اللي علمنا السلام، نور لنا كل الحياة وخدنا للجنة. الأخ الفنان الدكتور إيهاب توفيق، أسأل الله عز وجل أن يباركه وأن يوفقه لما فيه رضوانه وأن يجنبه ما لا يرضيه. أبدع في وقوفه قبل أن ينطق بأنشودته أو أغنيته إلا رسول الله. لمحت في وقفته عندما وقف على المسرح وهو يشاهد علماء من صفوة الأمة، شيخنا الشيخ البوطي والشيخ عبد الله بن ضيه، وفنانين وتجار وشباب، شاهد أمامه نوعا من الجمهور يختلف نوعا ما عن الجمهور الذي اعتاد أن يقف أمامه. فرأيت في وجه الرجل وقرأت في وجه الرجل استشعار لهيبة الموقف، أنه الآن يؤدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمحضر ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا رسول الله، إلا فلما طلع إيهاب توفيق ربنا يكرمه يا رب، وطبعا كلهم غنوا كلام مس القلب بجد، بس كلمة واحدة بس قالها حسيت إنه فعلا إلا رسول الله. إلا رسول الله، حبيب الله، إلا النبي محمد. أفديها ندمي بأبويا وأمي، لو حتى روح تروح في سبيل رضا عني، بتمنى من عفو يسقيني من كفو.
وأشوف في الجنة يناديني. الإحساس الذي كان ينطق به وهو يغني لم يخطئ طريقه إلى القلوب. واللي علمنا الكلام هو اللي علمنا السلام، نور لنا كل الحياة وخدنا للجنة. إمامنا ورسولنا الكريم نور من السماء صادق أمين، رحمة وهدى للعالمين سرته تطمن. إلا رسول الله، إلا حبيب الله، إلا النبي محمد. إلا رسول الله، إلا حبيب الله، إلا النبي محمد. أفديها ندمي بأبويا وأمي، لو حتى روح تروح في سبيل رضا عني. بتمنى من عفو يسقيني من كفه، وأشوف في الجنة يناديني يحضني. إلا رسول الله، إلا حبيب الله، إلا النبي محمد. إلا رسول الله، إلا حبيب الله، إلا النبي محمد.